رجعنا لكم من جديد في البلاي، متواصلين حتى للخمسة متاع العشية، ومنذ تقريبا ساعة تقريبا حكا ولا ظهر لي في حدود ساعة جبهة إنقاذ النادي الإفريقي هبطت بلاغ تحدثت فيه على مجموعة نقاط وواصلت التصعيد بخصوص علاقتها بالهيئة الحالية. عبد السلام اليونسي معنا، كريم زيتوت رئيس موف ماسوسيوس، واحدة من الأعضاء المشكلة لجبهة الإنقاذ هذه، من بريد مباشرة يحكي معنا على البلاغ اللي هبط اليوم. سي كريم، شنو احوالك؟ مرحبا بك اسلام، ومرحبا بكل مستمعين اكسبريس اف ام. باهي، لو كان اكيد كما كنت نحكي وصلت التصعيد اليوم، بلاغ جديد سي كريم، لو كان تعطينا اكثر تفاصيل. والله نحن وصلنا تصعيد خاطر فما مطالب اللي عيناهم في البيان الاول وفي البيان الثاني ما تحققوش المطالب هذوما، دونك نحن قلنا أو في البيان الأول قلنا فما تحركات ميدانية نهار 9 جوان، لذلك نحن رجعنا عملنا بيان ثالث باش نفهموا الهيئة المديرة والكتابة العامة تاع النادي الإفريقي الموجودة حالا، اللي نحن مطالبنا راه ما تحققتش، اللي نحن نحبوا الاستقالة الجماعية، نحبوا الاستقالة هذيا تتكتب في بيان وتتبعث لرئيس الحكومة. باش نحنا باش الجمهور يتهنى، العباد هذوما خرجناهم نحنا من الباب ما فيهمش من الشباب. دونك نحنا في 8 جوان ما فماش ما خرجتلناش لجنه قانونيه مستقله باش تتابع سير الانخراطات اللي باش تبدا نهار 5 جوان، معناها برشا حاجات هذوما المطالب اللي طلبناهم الكل ما جاوناش وما وصلوش للجمهور العريض بتاع النادي الافريقي، لذلك نحن قلنا يلزم بيان ثابت تفسيري باش الناس تفهم والجماهير تفهم والكتابه العامه اللي بدات تتجاوب معنا جزئيا، تحاول تفسر لنا وتعطينا رزنامة بلانين واضح بمواعيد واضحه باش الجماهير العريضه تفهم وقت الانخراطات تبدا، الانخراطات بيع الانخراطات والسير، وخاصه اللجنه اللي باش تذهب سير بالبيع هذه الانخراطات وتحيين الجماهير اللي تحب تنخرط. معناها ما تعتبرش من حل الى حد الان، مازال فيها عبد السلام اليونسي خاطر وحمزه الوسلات. هذاك علاش نحن اسلام نحن طالبين، معناها الطلب نتاعنا اللي يخرجوا لنا بيان الكتابه العامه تقول لنا العباد هذو مستقالوا ومازالوا باش يكفلوا، شنو ما فهمناش، معناها يلزمنا بيان واضح شنو الموقف الكتابه العامه والاستقالات اللي يتحطوا الناس تسعى اللي خرجوا الاستقالات ويحطوهم لنا في بيان ويبعثوهم لرئيس الحكومه الاستقالات بهذا باش يكونوا كونفيرمي باش الناس تفهم الهيئه هذه انحلت وما عادش العباد هذوما ما عادش باش يرجعوا. اتصلتوا بالكاتب العام لنادي الافريقي ولا ما زلتوا؟ والله عندنا اتصالات بالكاتب العام، نحاولوا نصحوا معاه باش نحن خاصة معناها نحبوا نفهموا وقتاش بالضبط، معناها هو قال 15 جوان تبدا بيع الانخراطات، نحب نفهموا بالضبط شكون باش يكتفل بالبيع الانخراطات وكيفاش شكون الكيفية، فما مطالب تعبير في الداخل وفي الخارج يحبوا يفهموا الطريقة نتاع الانخراطات، نزلوا قريب جمعة على بيع الانخراطات. شنو جاوبكم كي كلمتوه وسالتوه انتم؟ والله الجواب نتاعو قال مازلنا نطلبوا خاطر فما لجنه من معناها متكونه من محامين مشاو تقابلوا معاه وقاعدين ينسقوا باش نشوفوا كيفاش الطريقه اللي باش يعملوا فيها، من الوقت قاعد يزرق فينا ونحن ماذا بينا في اقرب وقت نعرف كيفاش شنو باش يصير، شنو هو تاع الجلسه كيفاش باش تجي، اللجنه القانونيه هذه المستقله باش تلعب الانخراطات كيفاش باش تتصرف، كيفاش باش تتعامل مع العباد داخل الجمهوريه، حتى في الولايات زاد العباد مش كان في الخارج، في الولايات في داخل الجمهوريه كيفاش باش يعمل، جماعه الخارج كيف يحبوا يعرفوا كيفاش باش ينخرطوا مع اللي حاصل معناها من حجر صحي في العالم، كيفاش باش تكون الواحد الطريقه نتاع الانخراط. دونك الناس كل برشا تساؤلات، معليش بروفيت معليش الجوابات نتاعها، التساؤلات نتاعنا كثيره والوقت قاعد يزرق فينا والجمهور ولا على صب، الناس كل حب تفهم العباد هذه استقالت ما استقالتش، معناها برشا امور مش واضحه ماذا بدنا نفهموها، معناها كنحنا كجبهه نمثلوا
معناها ما مليش الجبهه هذه راهي تحب نذكر هذا من المنظر هذه الجبهه هذه تكونت بطريقه عفويه راهي تكونت باش تلم الجماهير باش تكون وسيله ضغط باش ناخذ المطالب نتاعنا اللي هما سير الانتخاب معناها ضيع الانخراطات السير الانتخابي الشفاف لجنه قانونيه وهي اسمها لجنه انقاذ معناها اذا وصلنا للسير الانتخابي ولات الامور واضحه وكل شيء الجبهه هذه باش تمشي على روحها بالتبعات في واحده من النقاط سي كريم حكيتوا على احتجاجات في الشارع فما ممكن توصل للمرحله هذه الاحتجاجات والله يا اسلام كان المطالب نتاعنا اللي هي مطالب عاديه معناها اذا انت قلت الهيئه الحل وواحد اعطينا لجنه قانونيه كون اللجنه القانونيه اللي باش تلاف الانخراطات اعطينا مواعيد نتاع بيع الانخراطات واضحه وشنو هما الشروط ووقتاش باش نبداو وكيفاش باش نعملوا الولايات وكيفاش باش نعملوا للخارج وشنو هما هذوما الكل معناها وضحها انت الواحد وقتها تولي الخروج الى الشارع تولي حاجه ملغاه بطبيعتها معناها اذا انت مطالبك طلبني اما اذا انت مطالبي هذه وكله باش يقعد معناها ضبابيه في كل القرارات ونقعد ونستناه ونحن نجريه وراء المعلومه ديما نحن نجريه مش الكتابه العامه معناها بطبيعتها انت بديت خرجت بيانات وضح للناس الكل ما نقعدوش نحن نجريه وراء المعلومه ونحاولوا في اتصالاتنا منا باش نعرف المعلومه والوقت يجري بينا وانت عينت جلسه انتخابيه 15 جويليا وبيع الانخراطات 15 جويليا وانت ما فما شيء واضح ما فماش طريقه عمل واضح. نكمل مع اخر نقطه سي كريم في البيان حكيتوا على نقطه متعلقه ب انكم ماكمش متسمين على حتى مرشح فما شكون حاب ينسبكم لشكون ولفلان وسي فلان وفي فلان صار هذا بحال في الكواليس هكا سمعنا اللي حاب ينسبونا لعباد ولا المرشح معين ولا انا من منبر هذا نزيد نعاود ونأكد راهو الجبهه هذه تكونت بطريقه عفويه للمين الشمل لغايه وحيده هي المطالب نتاعنا اللي طالبينهم والغايه نتاعها هي لم الشمل ويكونوا الناس الكل ما فم المنبر هذا معناها ما نجاش تخدم مصلحه حتى واحد واي معناها مكون من هذا وثقوا به معناها قاعد يخدم لمصلحته هذا جمدوا له نشاطه معنا في الجبهه هذه والجبهه بطبيعتها هي اسمها جبهه انقاذ معناها مش بيستمر الى مدى هي على وقت قصير معناها اذا مطالبنا تحدد الجبهه هذه بطبيعتها مش كل هيكل يرجع يخدم من موقعه واضح يعطيك الصحه كريم زيتوت رئيس موفمون سوسيوس واحده من المكونين لجبهه الانقاذ في نادي افريقيا على كل هذه التفاصيل المتعلقه بالبيان الجديد اللي هبطته اليوم جبهه انقاذ النادي الافريقي نمشيو مع الاخبار ثم مواصلين في فير بلاي حتى الخمسة.